هو حقيقة بقانون الرأسمالية وقانون أصحاب الفضائيات، نعم صح، هذا صحيح وواقع. من يعني شو اللي حقق نسبة المشاهدة العالية؟ مهما كان المضمون فارق، هنالك وجه جميل يطغى على المضمون، هنالك قبول أسميه عقد غير مكتوب بين استثمار الجمال وبين صاحب الفضائية والمشاهد والضحية. هاي حقيقة يعني، ما أدري تريديني أسترسل زيادة في الموضوع؟ أيوة، أنا يعني أنا أقول نعم، هو استغلال المرأة كان وما زال، ويعني تصديرها كواجهة إعلامية في برامج أساساً هي ما عندها ولا الإمكانيات ولا القدرة ولا المضمون ولا الثقافة ولا الخلفية أنها تكون واجهة لمثل هذه البرامج، ولا عنصر يعني لتوجيه الرأي العام ولا للتأثير فيه. هذا واقع في فضائيات العربية. ولو تلاحظين يعني ان ستيب باي ستيب صار الموضوع خطوه بعد خطوه، تشوفين الاعلانات كيف تم استغلال الوجه المراه فيها، المتاجره به، تحسين انها في امتهان للكرامه، في امتهان للانسانيه، جسد وشكل. وبموافقه اللي يقهرني ان المراه دائما موافقه على ان تكون وجه للاستغلال وللاستثمار وللمزايده وللامتهان واللا انسانيه. يعني في برع فكر قائم على يعني على ان هذا الشيء يحارب عشان هاي الثقافه ما تتوسع، يسمى بالقتل الرحيم للمراه، القتل الناعم. يعني تخيلي ان المراه كانسان هذه الايام وفي هذا العصر يتم سلبها إنسانيتها كرامتها مقابل تصدير الوجه والجمال والشكل، لأنها أساسا تجارة. يعني أنا إماراتية، عندما أتحدث عن دبي وعن الإمارات أقول كلمة واحدة، أفتخر بأنني إماراتية، أفتخر بأنني أنتمي إلى هذه الأرض، أفتخر بأنني أنتمي إلى هذه القيادة. أنا قامتي تلامس الثريا، قدمي نعم دائما على الثرى بهذه الدهشة التي تصنعها هذه الدولة، رائدة، نموذجية، متفردة، استثنائية، مدهشة، غريبة، عجيبة، متسامحة، محبة، أثارت وتثير الغيرة والحسد ومحاولات تشويه ومحاولات نيل ومحاولات تحطيم. نسيج متوحد سيظل متوحد، قيادتنا مع الشعب، البيت متوحد. شعار أنا قلته في برنامج أسمع أرى أتكلم سيخلده التاريخ، بتتذكرون في يوم من الأيام سيذكر التاريخ هذا الشعار. قال الشيخ محمد بن زايد في لحظة فارقة تجمعت حوله كل القلوب. هذه المدينة، قيادة هذه الدولة وهذه المدينة وقيادتنا على مستوى دولة الإمارات ولله الحمد والحكومة، تقدم للعالم تجربة متفردة كل يوم. قبل أن يتحدثوا عن تجارب الغرب وعن التجربة التركية اللي مدمنين الحديث عنها، إذا صح قلوب نقية وعقول تقرأ وبصائر حقيقية، يجب أن تنطلق من هنا في دراسة كيف يصنع الإنسان التاريخ. في 40 عاماً 4 عقود كانت هذه الأرض صحراء قاحلة، الإنسان كان الهدف الأول في البناء وما زال في سياسة هذه الدولة. لذا أقول أنا ما أقدر أساساً أمدح دولتي أكثر، بس أقول أنا إماراتية أفتخر ويفتخر أبنائي.